أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العالم. نقرأ في موقع المدى: حريق مخازن المفوضية التهم أجهزة العد والفرز ومئة صندوق انتخابي. ونطالع في الزمان: تحرك لافت من الأمم المتحدة لتطويق أزمة إحراق صناديق الاقتراع. نشر في العرب الجديد: الانتخابات العراقية دعوات لاستفتاء شعبي لإلغائها، وميليشيا مقربة من إيران تحذر. نطالع في العرب اللندني: العبادي يلقي كرة الانتخابات في ملعب المحكمة الاتحادية، ومساعي إيرانية لاستغلال الأزمة. نقرأ في القدس العربي: انفجارات تهز أكبر مستودعات صواريخ أرض النظام في ريف دمشق. ونتصفح في الخليج الإماراتي: هجمات مباغتة تضع القوات اليمنية على مشارف مطار الحديدة. ونقرأ أخيرا وليس آخرا في الشرق الأوسط: قمة ترامب وكيم، الرئيس الأمريكي توقع نجاحا هائلا، والزعيم الكوري يشيد بتجاوز العراق. أهلا بكم. فيما يعزي مقتدى الصدر أتبعه بمصابهم الأليم الذي نتج عن انفجار مخازن الأسلحة من خلال دعوته إلى نزع سلاح الميليشيات، فإن الشيعة الموالية لإيران تستعد للإطباق عليه وحرمانه من التمتع بفوزه الصادم في الانتخابات. لم يكن دور في تزويرها هو. فاروق يوسف في صحيفة العرب اللندنية يقول إن مقتدى الصدر قدم عرضه السخي بنزع السلاح في المناطق التي يبسط عليها أتباعه سيطرتهم، وهو عرض لابد أن يجلب عليه سخرية الآخرين ممن يملكون ميليشيات ومخازن أسلحة وصلات عميقة بالجارة إيران. حين يلجأ مقتدى الصدر إلى الدعوة إلى تنظيف العراق من السلاح غير الشرعي، فإنه يعبر عن خشيته في أن يستعمل ذلك السلاح في تصفية الحسابات في المرحلة المقبلة التي يخطط لها أن تكون مرحلة لإزاحته من المكان الذي يقرر من خلاله مصير العراق إلى المكان الذي يكون فيه مجرد شاهد زور. يعرف الصدر أن فوز الائتلاف الذي يتزعمه في انتخابات خسرتها الكتل الموالية لإيران بالرغم من كل عمليات التزوير التي قامت بها لن يجعل الطريق أمامه سالكة للوصول إلى السلطة، ومن ثم تنفيذ مشروع ائتلافه في التغيير السياسي، الفوز في الانتخابات في عراق الميليشيات المسلحة التابعة لإيران قلبا وقالبا لا يكفي للفوز بالسلطة. هناك عقبات كثيرة ستضعها كل الأطراف الأخرى في الطريق، الهدف منها إما سرقة السلطة عن طريق الاحتيال على الدستور، وإما العمل على إلغاء الانتخابات والدعوة إلى انتخابات جديدة. وإذا لم يتحقق واحد من الهدفين فإن الميليشيات ستكون جاهزة لشن حرب سيكون الصدر خاسرا فيها في ظل عزوفه عن اللجوء إلى السلاح. الكاتب يرى أن حرق المركز بصناديقه إلا ضربة للتمهيد للخيار الأسوأ، وهو خيار يؤكد اللجوء إليه أن الحلول لم تعد متاحة على طاولة قادة الميليشيات. ولأن الوقت يضيق شيئا فشيئا، فإنهم يعتقدون أن الغلبة ستكون لمن يبادر، ولا يبدو أن الصدر في عجلة من أمره، لذلك فإنه سيترك المبادرة للآخرين من أجل أن يكونوا سببا في حريق العراق. العبادي التزم في برنامج التكليف بتجميع كل السلاح ومن أي كان وحصره في عهدة الدولة، ويفترض أنه عالج إشكالية وخصوصية الحشد الشعبي وسلاحه بقانون اعتباره جزءا من القوات المسلحة، لكن كل التدابير التي اتخذها ظلت شكلية ما تكون، يعني أكثر ما تكون بالتصريحات التي أطلقها طوال ولايته حول الإصلاح والتغيير وبناء دولة المؤسسات والقانون، مجرد زوبعة في فنجان. علي عبد الخالق يقول في صحيفة المدى إن تصريح
العبادي كان ينطوي على جسارة وحزم وتحد، سرعان ما يتكشف في الأيام التالية عن مزيد من التراجع والتنازلات المخلة على هيبة الدولة ومرجعيتها. في كل مرة ترتكب فيها ميليشيا وقحة تجاوزا على المواطنين وممتلكاتهم وأرواحهم، وترتفع أصوات المواطنين بطلب حمايتهم من مقرات مدججة بالسلاح والعتاد، تذهب مناشداتهم هواء في شبك، بل أن تلك الدعوات تسببت للأحياء وسكانها المزيد من التجاوز والتعدي والتلويح بما لا يحمد عقباه، في ظل تراجع نفوذ الدولة وهيبتها وتردد أجهزتها الأمنية في التعامل مع انتهاكاتها وخشيتها من الميليشيات المدججة بالسلاح. لقد أعلن العبادي عن الحاق الهزيمة بداعش، وأصدر البرلمان تشريعاً بضم الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة، فأي مسوغ لبقائها خارج أوطرها، حيث لا يخفي بعض قالتها استقلاليتها بكل شيء، السلاح والعتاد والتموين والتمويل، ولهذا بقي سلاحها منفلتاً موزعاً في الأحياء الشعبية الشيعية بالذات، وبين منهم أكثرهم فقراً وإملاقاً، يحترقون بنيران تفجيراتها ومستودعاتها المخاتلة، بادعاء الاحتفاظ بالسلاح خارج الدولة لحمايتها. أن الأوان للمطالبة الصريحة العلنية بنزع هذا السلاح المروع، واعتبار من يتمنع متمردا على الدولة، أن الأوان لمطالبة التحالف الوطني بهذا بوصفه المسؤول عن كل الويلات والهزائم التي تعرض لها وطننا. وبحسب الكاتب فإن البلاد تواجه أخطارا تتعدد مصادرها، وليس الأقل خطرا بين انفلة السلاح خارج يد الدولة، وهل أكبر من التزوير للانتخابات؟ هكذا يتساءل الكاتب. وهل أوضح دليل على هذا الموضوع كان وراء تفجير مخازن مفوضية الانتخابات المترافق مع تفجير الحسينية في مدينة الصدر في بغداد؟ ألم ينفذ الصبر على هذا العبث والتلاعب بمصائرنا؟ قال جايد بابين المسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش في مقال له نشر بصحيفة واشنطن تايمز الأمريكية، إن أي حكومة عراقية يسيطر عليها مقتدى الصدر ستكون عدوة لأمريكا، مؤكدا أن العراق لم يعد أمة وبات مقسما بين منطقة كردية في الشمال ومركز سني وآخر شيعي يتمثل في مدينة الصدر شرقي بغداد. وأوضح الكاتب أن حكومة حيدر العبادي سعت من أجل التحكم بمراكز القوى في العراق ومنها السيطرة على صادرات النفط، لكن محاولاته جميعها باءت بالفشل. الكاتب يرى أن أي محاولة من طرف مقتدى الصدر لتشكيل حكومة وحدة عراقية تتطلب موافقته على منح الشمال الكردي سلطات مستقلة وسيطرة على موارده النفطية، وأيضا أن يستوعب حزب الدعوة وهو حزب رئيس الوزراء الحالي، وبالمثل أن يستوعب المناطق السنية ويفي بوعده لمناطق الفقراء في مدينة الصدر وما ورائها. وأضاف الكاتب أن مقتدى الصدر لا يبدو لديه مثل هذه القدرات على إنشاء مثل هذه التحالفات المعقدة، فهو وبعد أن أطلق بالون اختبار تمثل بتأييده دعم العبادي لولاية ثانية تراجع، وإن أعلن أن العبادي لم ينجح في مواجهة الفساد والحد منه. ويرى الكاتب أن جميع الفائزين بهذه الانتخابات العراقية يخوضون ويتأثرون بسيطرة إيران، حيث تحاول إيران أن تجعل من العراق ساترا لها، كما أن نفوذها وتأثيرها على الصدر لا يمكن أن يتأثر بالغرباء وخاصة الولايات المتحدة. واستطرد الكاتب يقول إن أي حكومة يسيطر عليها الصدر أو إيران ستكون حكومة عدوة للولايات المتحدة الأمريكية، فقد عاش الصدر وتياره لسنوات على الدعم الإيراني، وكانت طهران ملاذا لقادة التيار الصدري وشبكاته الإرهابية. الكاتب يشير إلى أن بعض المتابعين للمشهد العراقي يعتقدون أن مقتدى الصدر يمكن أن يكون قوة موحدة للعراق ومعارضا للنفوذ الإيراني، ولكن هذا الكلام غير صحيح، فهو يشبه من يقول بأن إيران يمكن أن تكون قوة موحدة للسلام في الشرق الأوسط. ويشبه الكاتب كتلة سائرون التي يدعمها الصدر بحزب الله اللبناني، حيث عمل الصدر على تشكيل ميليشيا جيش المهدي وأطلق عليها سرايا السلام ودفع إلى المشاركة في الانتخابات.
قرابين كثيرة نحرت على مذبح السياسة البغيضة في العراق منذ عام 2003 حتى اليوم، فالاستقلال والسيادة والكرامة كلها ذبحت فداء لها كي تبقى واقفة على أقدامها، ومئات الآلاف من الأرواح البريئة أزهقت ورميت الجثث على قارعة الطرقات كي لا تسقط. ثروات وممتلكات عامة وخاصة نهبت وأحضرت من أجل أن يبقى طغاة هذه العملية السياسية البغيضة في المشهد. دكتور عبد الله يقول في صحيفة القدس العربي إن نهر دجلة قربان آخر على مذبح العملية السياسية، فهو ينحر اليوم وبات جثة هامدة. يعزي وزير الموارد المائية العراقي سبب الأزمة الجليلة إلى قيام الجانب التركي ملأ سد إلس، ويقول إن هنالك اجتماعا مع المسؤولين الأتراك في تشرين أول المقبل لمراجعة الاتفاق والنظر إليه وفق المعطيات الجديدة. المفارقة في هذا الجانب هو أن الوزير يقول إن وزارته ستراجع الاتفاق مع الجانب التركي، بمعنى أن الأثار الناتجة عن ملء السد لم تكن في حسبان الجانب العراقي. تركيا معنية بتطوير مواردها من خلال برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتطوير قطاعات الري والطاقة والزراعة والبنى التحتية المعلنة عنها، وكان يفترض بالسلطات العراقية أن تكون هي الأخرى معنية بتطوير موارد البلد المائية، خاصة أن أغلب منابع الأنهار في العراق هي من خارج الحدود، في حين أن كل الحكومات التي تعاقبت بعد 2003 كان القاسم المشترك بينها هو إهمال السدود ومشاريع الري، بل حتى لم تتجاوب مع المساعي الدولية في هذا الجانب. أزمة المياه مع الجانب التركي ليست حديثة الولادة، بل هي أزمة مزمنة تكررت عدة مرات وحتى مع إيران وسوريا، لكن الفرق بين اليوم والأمس هو أن العراق كان محصنا في سيادته واستقلاله ويمتلك قراره الوطني. الكاتب يتساءل الآن، وقد أوقفت الحكومة التركية مؤقتا ملء السد أليسو على نهر دجلة بناء على طلب العراق، فماذا ستفعل الجهات مثلا بعد أن اتفقت مع الجانب التركي على استئناف ملء السد في الشهر القادم؟ ما هي البدائل التي لديها لتعويض النقص في المياه في ضوء سياسة مائية فاشلة يؤكدها وجود خزانات مائية عراقية تصل طاقتها الخزنية إلى 86 مليار متر مكعب، في حين فيها حاليا فقط 12 مليار فقط؟ السيادة أيضا يصح فيها ما يصح أن يطلق على الشمس. الشمس من بعيد تضيء ومن قريب تحرق، فكيف وأن المواطنين الأنضج والأرقى في عالمنا اليوم هم الذين يطمحون إلى كف يد السيادات عن أمور كثيرة تتصدرها مسألة اللاجئين؟ حازم صاغية يرى في صحيفة الحياة أن المعركة السيادية التي خاضها وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل ضد مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من تعابير السيادة التي تحرق البشر والعقل والضمير بضربة واحدة. باسيل بقوة استمدها من المصاهرة يريد معاقبة المؤسسة الأممية لأنها تقوم بواجبها في تنبيه اللاجئين إلى ما قد يتعرضون إليه إذا عادوا إلى أرض تحف بالأخطار. تلك المؤسسة غير معنية بالنسب الطائفية ومعدلات الإنجاب المذهبي في لبنان، إنها معنية أولاً وأخيراً بالاعتبار الإنساني والأخلاقي. أما مضمون الدعوة الباسيلية في المقابل فمؤداه فليعودوا فحسب، موت السوريين وبقاؤهم على قيد الحياة مجرد مسألة تفصيلية. إن هذا الانتفاخ بالسيادة حيال النازحين السوريين يخفي من العبودية ما يخفيه، انعدام الطلب على السيادة حيال سلطة الوصاية الأسدية. العبد المنتفخ بالسيادة كالعبد المنزوع السيادة، أسود على السوري الضعيف وفئران أمام السوري القوي. ألا ينم عن ذلك اقتران حملة التجنيس عبر ذاك المرسوم المشبوه وحملة باسيل لترحيل السوريين بأي ثمن وأي طريقة؟ إن الدعوة الباسيلية تنبثق من حساسية محددة هي الطائفية في أبشع وجوهها، وجه اشتهاء الموت لسوانا، النزعة الأقلية التي يكون تعبيرها الأبرز عن نفسها كراهية الغريب الأضعف، هي النزعة الأكثرية نفسها التي يكون تعبيرها الأبرز عن نفسها سحق القريب الأضعف. الكاتب يختتم مقاله بالقول إن دوما وبالتعريف
يعني كما يقول بالتعريف عابرة للحدود الكراهية، يصف الكراهية بأنها عابرة للحدود، وهي تعمل شفرتها في القريب تمهيدا لأعمالها في الغريب، أو تسلك السلوك الذي يفضي إلى نتيجته. وهذا يطرح مرة أخرى على بعض اللبنانيين السؤال ذاته: هل تريدون أن تكونوا قتلة السوريين عبر باصات الترحيل بعدما كان بعضكم الآخر قاتليهم برصاص الحي؟ سلطت صحيفة الشرق الأوسط على القمة التاريخية الضوء التي عقدت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وقالت إن المصافحات والابتسامات حلت محل التجارب النووية وتهديدات النار والغضب اليوم في سنغافورة التي شهدت أول لقاء بين رئيس أمريكي وزعيم شمالي لكوريا. ورأت الصحيفة أن هذا اللقاء التاريخي قد يغير وجه شبه الجزيرة الكورية ويفتح فصلا جديدا من العلاقات بين البلدين. تعتبر القمة التي عقدت صباح اليوم في سنغافورة تنازلا كبيرا من جانب الولايات المتحدة. وأوضح الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن بورد ستوكاس أنه منذ 25 عاما تحاول كوريا الشمالية الحصول على لقاء مع رئيس أمريكي في أثناء أدائه مهامه، ويشير المراقبون إلى صعوبة التفاوض مع بيونغ يانغ بخصوص برنامجها النووي. ففي الوقت الذي تستهدف فيه واشنطن القضاء التام على قدرات كوريا الشمالية النووية ووقف تجاربها النووية، يرى النظام الكوري أن نزع السلاح النووي يعني فقط وقف تطوير هذا السلاح والحفاظ على كل التقدم الذي أحرزته على مدى العقود الماضية. ويقول مايكل كوفرينغ كبير المستشارين بالمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات إن الخطر الأعظم هو الحصول على اتفاق سياسي خلال هذه القمة، ولقاء وصور يبدو فيها القادة مبتسمين ومتفائلين، ثم بعد ذلك ينهار كل شيء حينما تتم مناقشة التفاصيل. ويضيف أنه لهذا السبب نحتاج إلى عملية واضحة تسير باتجاه خلق بيئة أمنية يرغب خلالها الكوريون الشماليون بالفعل في اتخاذ خطوات حقيقية، وتكون واشنطن في وضع يمكنها من مراقبة والتحقيق من هذه الخطوات. لكن الصحيفة ترى في ختام تقريرها أن التحدي الأكبر سيكون في الاجتماعات اللاحقة بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره الكوري الشمالي بشأن التفاصيل والخطوات والتوقيت لتنفيذ نزع السلاح النووي الكامل الذي تقول واشنطن أنه يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. بعيداً كل البعد عن السياسة، نجح فريق علمي أمريكي مؤخراً في صناعة جهاز ذكي للتنقية وتوليد المياه. هذا الجهاز قادر على سحب الماء النقي الصالح للشرب من الهواء الجاف. وقال موقع الخليج أونلاين إن الجهاز يمكنه العمل في الظروف البيئية القاسية بالاعتماد على الطاقة الشمسية وبعض المواد الكيميائية، مشيراً إلى أن الفكرة مستوحاة من نبتة الصبار والقدرة التي تمتلكها على العيش في الصحراء وتخزين المياه داخلها دون تعرضها للجفاف على الرغم من درجات الحرارة المرتفعة. ونجح الجهاز خلال الاختبارات في تجارب الأداء التي تمكن خلالها من جمع 100 مللتر من الماء خلال ليلة واحدة تم استخدامها في ألمانيا، حيث تم إجراء التجارب حاليا. وأشار الدكتور عمر ياغي المشرف على البحث إلى أن هذه القدرة المحدودة تتناسب مع إمكانياتها الحالية، حيث ستزيد بنسبة كبيرة بعد الحصول على التمويل اللازم وإطلاق الجهاز بكامل طاقته الإنتاجية. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير.
إلى اللقاء.